بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. هنتابع مع بعض إن شاء الله في الفيديو ده كورس الأوتوكاد 2015 اللي بيقدمه لحضراتكم المهندس عبد الرحمن محمد لبيب. في المحاضرة دي هنتعرف على مجموعة من أوامر التعديلات، لأن احنا زي ما عرفنا في المحاضرة السابقة إن كورس الأوتوكاد بينقسم لأكتر من جزء، وإن الرسم في برنامج الأوتوكاد بنستخدم فيه أوامر درو اللي هي أدوات الرسم، ونقدر ندخل بعد كده في الأدوات الخاصة بالتعديلات. طيب، إيه هي التعديلات المحتملة اللي إحنا ممكن نحتاج نعملها على الرسومات؟ إحنا في أكتر من نوع من التعديلات، يعني في تعديل إنك مثلا عايز تحرك عنصر، في تعديل إنك عايز تاخد نسخة من عنصر، في تعديل انك عايز تكرر عنصر بتكرار مثلا منتظم بشكل معين، وهنشوف مع بعض ان شاء الله الكلام ده ازاي نعمله. طيب نبدأ مع بعض نشوف اول حاجة ازاي نلاقي عناصر التعديلات او ادوات التعديلات. لو احنا جينا نبص على الريبون هنلاقي فيه هنا جزء اللي اسمه موديفاي. الجزء اللي اسمه موديفاي ده جواه مجموعة من التعديلات، جواه مجموعة من اوامر التعديلات زي ما احنا شايفين قدامنا كده على الشاشة. أهمهم هنشتغل بيه إن شاء الله، وهنشوف أول حاجة دلوقتي أول أمر من أوامر التعديلات هو الأمر اللي اسمه Move، الاختصار بتاعه M من الكيبورد. لو أنا عندي على سبيل المثال مستطيل زي كده، وعندي مثلا نقول دايرة بالشكل ده كده، والمستطيل جنب الدايرة بالمنظر ده، فأنا عايز أحرك المستطيل بحيث ان هو بدل ما هو موجود في المكان ده لا يبقى في مكان تاني. هعمل ايه؟ هاجي عند الامر اللي اسمه موف، هلاقي ان الكوماند لاين بيقول لي سيلكت اوبجكت، هيختار الاوبجكت اللي انا عايز اعمله موفينج، اقول له هو ده المستطيل ده، خلاص دوست انتر بعد ما خلصت الاختيار. بعد كده بيقول لي سبيسيفاي بيز بوينت. سبيسيفاي بيز بوينت يعني ايه؟ يعني بيقول لي ايه هي النقطه اللي انت عايز تكون هي النقطه المرجعيه بتاعتك اللي يبدأ الاليمنت اللي انت اخترته يتحرك ريلاتيف ليها، يعني مقارنة بيها. فلو انا عايز مثلا بدل ما هو كان على المكان ده دوست كليك بالماوس ابدأ ان انا اتحرك في اتجاه مثلا الحركة اللي انا عايزها كده على سبيل المثال، ودوست كليك بالماوس هبص على ان المستطيل اللي كان موجود على المكان ده فوق الدايرة اتحرك بقى على يمينها زي ما انا كنت دلوقتي بتحرك. طيب في كمان حاجة عايز اشوفها في الامر موف، لو انا عندي على سبيل المثال خط، الخط ده مثلا موجود هنا كده، الخط ده موجود مثلا اللي هو الخط اللي باللون الاحمر، وعندي خط تاني موجود مثلا باللون الاصفر، وعايز احرك المستطيل بحيث ان هو بدل ما هو موجود عند الخط اللي باللون الاحمر يبقى موجود عند الخط اللي باللون الاصفر. اعمل ايه؟ هعمل نفس اللي انا عملته، اقول له موف، اختار المستطيل دوست انتر. بعد كده بيقول لي ايه هي البيز بوينت بتاعتك، فانا عايز اقول له لو سمحت بدل ما هو موجود عند بدايه الخط اللي لون احمر هتحرك دوست كليك، وبدات ان انا اقول له عايزه يبقى موجود عند الخط اللي باللون الاصفر، فعلا المستطيل بدل ما كان عند الخط اللي باللون الاحمر لا بقى موجود عند الخط اللي باللون الاصفر. طيب في حاجة أحب أقول لحضراتكم عليها، لو الأوبجكت اللي حضرتك عايز تحركه بمقدار معين، فأنت ممكن تقول له أحركه لي بمقدار معين. يعني دلوقتي على سبيل المثال لو هو المستطيل اللي موجود عند الخط اللي باللون الأصفر عايز أعمل له موفينج بمقدار مثلا 10 متر في اتجاه اليمين، هو دلوقتي قدامي المستطيل وادئ بالظبط عند الخط الاصفر، فانا ممكن اختار المستطيل واكتب ام من الكيبورد اللي هو الامر بتاع موف، وادوس كليك في اي مكان وابدا ان انا اتحرك في الاتجاه اللي انا عايزه. عايز مثلا اتحرك في اتجاه اليمين بمقدار 10 متر، فهو اكتب له 10 من الكيبورد اللي هي الديسبليسمنت مقدار التغير، وادوس انتر، هلاقي ان هو اتحرك بمقدار 10 متر. ولو انا حتى للتاكد عايز اقيس ممكن اجي اقيس المسافه من هنا لهنا، هنا ان المسافة بقت 10 متر مظبوط. طيب ده الامر اللي اسمه move. طيب في امر تاني
مشابه ليه بس بيعمل حاجة تانية اللي هو أمر كابي. أمر كابي مشابه للأمر موف، بس الفرق ما بين أمر كابي وأمر موف إن أمر كابي بياخد نسخ من الإليمنت اللي حضرتك بتختاره، مش بيحركه هو نفسه. يعني إيه؟ يعني أنا عندي المستطيل اللي موجود قدامنا ده اللي في الشاشة، لو أنا قلت له عايز أعمل كابي الاختصار بتاعه سي أو من الكيبورد، وطبعا عايز أوضح لحضراتكم إن الاختصارات دي حاجة قابلة للتعديل. يعني ممكن حد من زمايلنا المهندسين يكون عايز يغير الاختصار، بدل ما هو كابي مثلا سي او ممكن يغيره ويخليه حاجة تانية بوجه عام يعني. فلو انت عامل اختصار معين ممكن تستخدم الاختصار اللي حضرتك عامله. المهم هاجي دلوقتي عند الاوبجكت اللي انا عايز احركه، اللي انا عايز اعمله نسخة، فهو المستطيل ده. هختار المستطيل اللي انا عايز اعمله حركة، فبيقول لي برضو اختار البيز بوينت. فانا عايز اقوله مثلا لو سمحت انا عايز المستطيل بدل ما هو موجود هنا كده مثلا بس عند النقطة دي، هعمل له كوبي بحيث يجي نسخة منه عند النقطة مثلا بتاعة الخط الاصفر هنا، هلاقي ان هو عمل نسخة منه. عايز نسخة كمان، عايز نسخة تالتة، عايز نسخة رابعة، عايز نسخة خمسة، عايز نسخة ستة، وهكذا. قدرت ان انا اعمل اكتر من نسخة من المستطيل باستخدام الامر اللي اسمه كوبي. فعلشان اعمل كوبي بختار العنصر اللي انا عايز اختاره اللي انا عايز اعمل له كابينج، وبعد كده بختار البيز بوينت وابدا ان انا اكليك في الاماكن اللي انا عايز يكون فيها النسخ من الاليمنت اللي انا عملت له كابي. طيب ده بالنسبه للامر كابي، وبالنسبه للامر موف همسح المستطيلات دي اللي انا مش محتاجها دلوقتي، وهاجي هنا هاشوف الامر اللي بعده اللي هو الامر اللي اسمه ستريتش. الامر ستريتش ده الاختصار بتاعه اس من الكيبورد. امر ستريتش ده هو الامر اللي متعلق بتغيير الاطوال بطريقة ما، لان في طريقة تانية من تغيير الاطوال هنعرفها بس مش دلوقتي. امر ستريتش ده لو انا عايز اعمل ايه، لو انا عايز اعمل اغير في طول المستطيل ده من جزء معين فيه. يعني ايه؟ يعني انا عندي المستطيل ده ليه 4 حواف، الحافة الشمالية دي او الحافة اللي من فوق، الايدج اللي من فوق، والايدج اللي من الشمال، والايدج اللي من تحت، والايدج اللي من اليمين. الايدج يعني حافة، يعني الخط المستقيم ده هو ده الحافة بتاعة المستطيل. الجنب بتاعه ممكن نسميه باللغة العامية. فاذا كان انا معايا مثلا مستطيل زي اللي قدامنا ده، عايز ان انا ابدا اعمل له ستريتشنج بحيث ان انا اغير في الابعاد بتاعته، ممكن اعمل ايه؟ ممكن ان انا اعمل له الامر ستريتش. بس المهم في امر ستريتش، او يعني تسهيلا عليك في امر ستريتش علشان تعرف تتحكم في الحاجة اللي انت عايز تعملها ستريتش بدقة، لما تيجي تعمل ستريتش بتختار العنصر اللي انت عايز تعمله ستريتشنج. في الحالة بتاعتنا هنا هي المستطيل، بحيث ان لما تيجي نختار المستطيل ده اختاره بالويندو سيليكشن اللي هو المربع الاختيار اللي باللون الاخضر اللي هو من اليمين باتجاه الشمال زي ما انا اتحركت دلوقتي كده، بحيث ان الجزء الحافة او الكورنر الايدج الاند بوينت اللي انا عايز ان هي يحصل لها ستريتشنج تقع هي جوه المستطيل بتاع الاختيار اللي باللون الاخضر. يعني ايه؟ يعني انا لو عايز على سبيل المثال ان الكورنر اللي فوق على اليمين ده يتحرك بحيث ان هو يطلع لفوق اكتر على اليمين، فانا ممكن اعمل ستريتشنج ليه. فانا بما ان انا عايز ان الكورنر اللي فوق على اليمين ده بس هو اللي يتحرك معايا، في حين ان الكورنرز الثلاثة التانيين اللي هو تحت على اليمين وتحت على الشمال وفوق على الشمال، الثلاثة كورنرز دول انا مش عايزهم يتحركوا، فانا هعمل هنا ان انا اعمل استريتش. بس الاستريتش ده هعمل فيه اختيار للمستطيل باستخدام المستطيل الاخضر بتاع الاختيار الويندو سيليكشن، بحيث ان الكورنر اللي انا عايزه بس هو اللي يقع جوه مستطيل بتاع الاختيار، زي ما كنا عرفنا السيليكشن ميثود في المحاضره الاولى في الفيديوز. هعمل ايه؟ هبدا ان اختار المستطيل باستخدام الكورنر ده، وبعد كده هقول له ستريتش اس انتر من الكيبورد او باستخدام الامر ستريتش من الريبون. بيقول لي اختار سبيسيفاي البيز بوينت، فانا عايز اقول له لو سمحت انا عايز مثلا البيز بوينت تكون هي النقطه دي، وبعد كده اتحرك باتجاه الحركه اللي انا عايزها ولنفترض كده اللي هي السكند بوينت، هلاقي ان حصل له ستريتشنج، يعني طول المنطقه دي اتغير، الابعاد بتاعه المنطقه دي اتغيرت. خد بالك يا باشمهندس ان النقط الثلاثه الباقيين اللي في المستطيل ثابتين زي ما هما، ما اتحركوش من اماكنهم. معنى كده ايه؟
معنى كده ان انا لما عملت ستريتشنج عملت السليكشن ويندو بحيث يغطي بس المنطقة اللي انا كنت عايز اعمل لها ستريتشنج. طيب نشوف مثال تاني. لو انا عايز اعمل ستريتشنج للايدج اللي على الشمال، يعني ايه؟ يعني عايز الخط الرأسي اللي على الشمال في المستطيل ده كله يتحرك ناحية الشمال اكتر. لو على سبيل المثال انا عندي هنا هرسم خط عشان نوضح الفرق. عندي هنا خط مثلا هديله لون الاحمر، فانا عايز اعمل ستريتشنج للايدج اللي على الشمال، المستطيل، حافة المستطيل اللي على الشمال بحيث توصل لغاية الخط الاحمر مع ثبات النقطتين التانيين اللي هي النقطة الكورنر فوق على اليمين ونقطة الكورنر اللي تحت على الشمال. هعمل ايه؟ هعمل ستريتش برضو، بس لما اجي اختار الاوبجكت هختاره باستخدام الويندو سيليكشن بحيث ان المربع الاخضر بتاع الاختيار او المستطيل الاخضر بتاع الاختيار يعدي يغطي بالكامل المنطقة اللي انا عايز اعملها ستريتشنج من غير ما يعدي على اي منطقة تانية في ال بدون ما يعدي على اي حافة تانية او اي كورنر تاني في المستطيل او في الالمنت اللي انا عايز اعمله ستريتشنج. هعمل ستريتش للمكان ده، هدوس انتر بعدها بعد ما اخترت الاوبجكت. بيقول لي فين البيز بوينت، فانا اقول له عايز مثلا النقطه دي تتحرك. شايفين يا جماعه انا بقدر ان انا اتحرك زي ما انا عايز دلوقتي مع ثبات الجنب اليمين لان انا ما دخلتوش معايا في مستطيل الاختيار. فانا اقول له انا عايز مثلا ان الحافه على الشمال تبقى موجوده عند الخط اللي باللون الاحمر. هبص الاقي فعلا ان هما الاثنين تطابقوا مع بعض. فلو انا جيت اشيل الخط اللي باللون الاحمر علشان اشوف هيحصل ايه، اه فعلا ده الحافه بتاعه المستطيل بقت موجوده على في المكان اللي انا كنت عايز احركها ليه مع ثبات النقطتين التانيين بدون اي تغيير. طيب السؤال بقى، في غلطة شائعة بتحصل، انا ليه بعمل السؤال الشائع، يعني سؤال انا ليه بعمل المستطيل يعني ليه بعمل الاختيار بالطريقة دي. في ناس بيعملوا ايه؟ لو انا عندي مثلا المستطيل كده اللي قدامي ده عايز ان انا اعمل له ستريتشنج، ففي ناس من زمان المهندسين بيعملوا غلطة شائعة ان هو بيدوس كليك الاختيار بطريقة الكليك، يدوس كليك على المستطيل او الاليمنت اللي هو عايز يعمل له ستريتشنج ويبدأ يقول له انا عايز اعمل ستريتش. طب لو انا قلت له عايز اعمل ستريتش بعد ما اختار الاليمنت كله باختيار الاليمنت كله مرة واحدة، فهنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. بيقول لي سبيسيفاي البيز بوينت، هقول له البيز بوينت هي مثلا النقطة دي. هبص الاقي ايه يا باشمهندسين؟ هبص الاقي ان المستطيل بالكامل او الشكل بالكامل بيتعمل له موفينج مش ستريتشنج، يعني الاليمنت كله بيتحرك. هو الكلام ده جه ازاي؟ الكلام ده جه لان هو اعتبر انك عايز تعمل ستريتشنج لكل النقط اللي على الشكل. فلما اعمل ستريتشنج لكل النقط اللي على الشكل هلاقي ان العناصر بتاعت العنصر كلها، العناصر كلها المركبة او المكونة للعنصر اللي انت اخترته كلها بتتحرك او بيتعمل لها ستريتشنج نفس المقدار، فبيحصل موفينج مش ستريتشنج. طيب نفس العملية هتحصل لو انت اخترت الاليمنت كله بطريقة الويندو سيليكشن، يعني انا هقول له ستريتش بس لما اجي اختار بدل ما انا هختار الكورنر بس اللي انا عايزه، لا ده انا هختار الشكل كله جوه المربع الاخضر بتاع الاختيار، المستطيل الاخضر بتاع الاختيار. خلصت اختيار الاوبجكت هبدا اقول له ستريتشنج، هيحصل موفينج بدل ما هيحصل ستريتشنج. بص يا باشمهندس اللي هيحصل، اللي بيحصل ان بيحصل موفينج مش ستريتشنج. اللي حصل موفينج لان انت عملت المستطيل بتاع الاختيار يمر على الشكل بالكامل مش بس الجزء اللي انت عايز تعمل له ستريتشنج. فدي الملحوظة المهمة اللي احنا لازم نلاحظها في برنامج الاوتوكاد. برضو عملية الاستريتشنج ممكن تعملها بديسبليسمنت، يعني لو انت عايز تعمل استريتشنج بحيث ان الحاجة طولها يزيد بمقدار معين ممكن. يعني على سبيل المثال همسح المستطيل ده وهرسم مثلا خط بطول مثلا 5 متر. رسمت طول بطول 5 متر، خط بطول 5 متر. فانا هبدا اقول له عايز اعمل ستريتشنج مثلا، اخترت الخط بس من كورنر من كورنر معين فيه او اند بوينت. هقول له لو سمحت انا عايز اعمل ستريتش اس انتر من الكيبورد. فبيقول لي سبيسيفاي البيز بوينت، فانا اقول له مثلا عايز يتحرك من البيز بوينت دي. ممكن انا اتحرك ستريتشنج في الاتجاه محوره مثلا كده، فنلاحظ ان ممكن اخلي طوله يقل او ممكن اخلي طوله يزيد. فلو هو طوله مثلا بدل ما هو 5 متر عايز اخلي طوله 4 متر بس، فانا ممكن اقول له ديسبيسمنت مقدار التغير قيمته 1. هلاقي ان الخط بدل ما كان طوله 5 متر بقى طوله 4 متر.
طيب لو انا عايز اطوله من الناحية التانية هختار بالويندو سيليكشن الاخضر من الناحية التانية وهقول له انا عايز اعمل ستريتش، بس مثلا بدل ما هو طوله 4 متر ممكن اقول له خلي طوله مثلا 6 متر، فابدأ ان انا اتحرك في اتجاه الحركة اللي انا عايز اعملها واكتب مثلا في كيبورد مقدار التغير اللي هو displacement اللي هو 2 متر عشان يبقى من 4 متر ل6 متر، وهدوس انتر من الكيبورد هلاقي ان طوله اتغير من 4 متر ل6 متر. يعني المهم اللي انا عايز اوصله لحضراتكم في الامر ستريتش هو طريقة الاختيار للعنصر بتفرق في العملية بتاعة الاستريتشنج. طيب ندخل في الامر اللي بعده وهو الامر روتيت. الامر الروتيت ده الحقيقة من الاوامر اللي بنستخدمها كتير في برنامج الاوتوكاد، وهو الامر المعني بعملية الدوران. يعني ايه عملية الدوران؟ لو انا عندي هنا على سبيل المثال سهم، هرسم سهم دلوقتي باستخدام الامر بولي لاين. السهم ده باصص في اتجاه الشمال، باصص لفوق، فانا لو عايزه بدل ما هو باصص لفوق يبص لاتجاه تاني، عايزه مثلا يبص لتحت، هاجي عند الامر روتيت اقول لو سمحت روتيت الاختصار بتاعه من الكيبورد ار او، فانا هاجي بيقول لي سيلكت اوبجكت، هاجي اختار العنصر اللي انا عايز اعمله دوران. خلصت الاختيار بدوس انتر، بيقول لي سبيسيفاي بيس بوينت. ايه عايز البيس بوينت؟ عايز النقطه اللي انت عايز العنصر اللي انت اخترته يلف حواليها. طيب علشان اختار النقطه اللي انا عايزه يلف حواليها ممكن اقول له مثلا عايزه يلف حوالين النقطه بتاعه الاند بوينت بتاعته. لو انا بدات اتحرك، بص يا باشمهندس ايه اللي بيحصل؟ ده بيسمح لك انك يحصل ايه، بيسمح لك ان يحصل دوران للعنصر اللي انت اخترته. فلو انا عايزه يلف مثلا بمقدار زاويه سي 180 درجه، يبقى بدل ما السهم باصص باتجاه الشمال هيبص باتجاه الجنوب. هعمل زوم عشان اشوف النتيجه، هلاقي ان فعلا السهم بيبقى باصص باتجاه الجنوب مش اتجاه الشمال. طيب لو انا عايزه يلف بمقدار زاويه 90 درجه على سبيل المثال، هقول له روتيت او الار او من الكيبورد، بيقول لي اختار البيز بوينت، هقول له اهي. ممكن اقول له لف مثلا بمقدار زاويه مثلا 90 درجه، كتبت 90 من الكيبورد، هدوس انتر لان هو عمل دوران 90 درجه. وخد بالك يا باشمهندس ان اتجاه الدوران بيبقى باي ديفولت كاونتر كلوك وايز او انتي كلوك وايز، يعني باتجاه عكس عقارب الساعه. احنا عارفين عقارب الساعه بتلف في اتجاه معين، فالديفولت بتاع الاوتوكاد ان هو بيقيس زوايا كاونتر كلوك وايز في اتجاه عكس عقارب، عكس اتجاه عقارب الساعه، انتي كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. طيب في هنا نقطه احب الفت انتباه حضراتكم ليها في الامر اللي اسمه روتيت ده. لو انا عندي سهم زي اللي قدامي ده على سبيل المثال بيلف بزاويه انا معرفش قيمتها كام، مايل بزاويه انا معرفش قيمتها كام، وعندي خط تاني زي الخط مثلا اللي باللون الاحمر قدامي ده، وعايز الخط السهم اللي باللون الابيض يحصل له دوران بحيث ياخد نفس زاويه ميل الخط اللي باللون الاحمر. وفي الواقع انا معرفش ميل الخط اللي باللون الابيض ده، السهم اللي باللون الابيض ده انا معرفش ميله كام ولا زاويه دورانه، ونفس الكلام بالنسبه للخط اللي باللون الاحمر انا معرفش لا ميل ولا اعرف زاويه دورانه. اعمل ايه؟ ممكن اقول انا عايز اعمل روتيت وهختار السهم اللي انا عايز الفه اللي هو بيقول لي سيلكت اوبجكت. خلاص الدوران، خلاص اخترت الاوبجكتس اللي انا عايز اعمل لها دوران، بيقول لي سبيسيفاي البيز بوينت، اختار النقطه اللي انت عايز تلفها حواليها اي نقطه، ونفترض النقطه دي. لو انا جيت ابص على الكوماند لاين هلاقي ان في تو اوبشنز قدامي، في اوبشن اسمه كوبي وفي اوبشن اسمه ريفرنس. انا هستخدم دلوقتي الاوبشن اللي اسمه ريفرنس اللي هو العلامات المرجعيه، هقول له ريفرنس او ار وانتر من الكيبورد. بعد كده هلاقي ان هو بيقول لي سبيسيفاي ذا ريفرنس انجل، سبيسيفاي ذا ريفرنس انجل ده، فانا هبدا اقول له هو بيقول لي الريفرنس انجل كام. لو انا اعرف زاويه ميل السهم ده ممكن اقول له هي دي ريفرنس انجل، بس في الواقع انا معرفش قيمته كام. فانا هعمل ايه؟ هدوس كليك بالماوس على الخط اللي انا عايز ان هو يكون الريفرنس انجل بتاعي. يعني ايه؟ يعني بما ان السهم ده هو ده الريفرنس بتاعي اللي انا عايز ان هو يكون الزاوية بتاعته اعرفها وانا مش عارفها، فانا هدوس كليك نقطة عليه وكليك تاني عليه. يبقى انا دوست كليك بالماوس مرتين في اتجاه الحركة اللي انا عايز تكون الريفرنس بتاعي، بقى معايا الخط السهم ده ممكن ان انا اعمل بيه روتيشن. بس المشكلة دلوقتي اللي انا مش عارفها هي ايه؟ المشكلة هي ان انا مش عارف الانجل الجديدة. يعني مش عارف الانجل الجديدة؟ يعني زاوية ميل الخط اللي باللون الاحمر انا معرفهاش. فانا هعمل ايه؟
الاقي ان برنامج الاوتوكاد بيقول لي سبيسيفاي ذا نيو انجل، قول لي هي الزاويه الجديده كام، وانا اللي انا معرفهاش، فهقول له في اوبشن هنا اسمه بوينتس، فانا ممكن اقول له عايز اعمل بوينتس، هدوس كليك على بوينتس، وبعد كده بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، انه هعمل ايه دلوقتي، هعمل نقطتين على الخط اللي باللون الاحمر. ليه؟ لان هو ده الريفرنس لاين بتاعي اللي انا عايز اخد الزاويه بتاعته تبقى هي الزاويه المستخدمه للخط اللي باللون الابيض. فهقول له سبيسيفاي الفيرست بوينت، هقول له هي دي نقطه البدايه، وهقول له هي دي نقطه النهايه. هلاقي ان حصل ايه، هلاقي ان السهم اللي باللون الابيض بقت زاويه ميلو تيبيكال زي سهم زي الخط اللي باللون الاحمر. طيب خد بالك يا باشمهندس، انا قلت له روتيت مش قلت له موف، يعني هو دلوقتي عمل دوران بس ما اتحركش من مكانه لان انا قلت له روتيت مش موف. فانا دلوقتي ممكن اقول له بقى موف علشان اشوف ان اجيب الخطين على بعض، اشوفهم هل هم متطابقين ولا لا. فانا هقول له موف ام انتر، وهجيب الخط السهم اللي باللون الابيض احطه على الخط باللون الاحمر، ابص لانهم فعلا متطابقين في زاوية الميل، وده اللي انا كنت فعلا عايز اعمله دلوقتي. انا عايز اوضح لحضراتكم حاجه، ان الموضوع بتاع روتيت باستخدام ريفرنس انجل ده من الحاجات الشائعه في برنامج الاوتوكاد، ومن ضمن الحاجات المهمه اللي كتير جدا بنحتاجها. طيب ندخل في الامر اللي بعده، وهو الامر اللي اسمه ميرور. الامر اللي اسمه ميرور ده لو جينا نبص عليه في الريبون هنلاقي ان هو اسمه ميرور، والاختصار بتاعه في الكيبورد ام اي ميرور. طيب ايه هو الامر ميرور ده؟ الامر ميرور ده امر من الاوامر السهلة والبسيطة. انا هقول مثلا لو انا عندي هنا السهم اللي قدامي مثلا ده، انا عايز اعمله ميرور بحيث ان هو بدل ما هو باصص من باتجاه الشمال الغربي، يعني هو باصص من لفوق على الشمال، لا انا عايزه مثلا يبقى فيه واحد زيه كده، يبقى زيه بس الاتجاه التاني، كأن حد واقف قدام المراية. لما بتقف قدام المراية بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان بيبقى فيه نفس الصورة بس بعكس الايه، بعكس الاتجاه. فلو انا عايز مثلا يبقى خط المراية بتاعي هو الخط اللي باللون الابيض قدامي، خط الافق اللي باللون الابيض ده، فانا هقول للبرنامج الاوتوكاد انا عايز اعمل ميرور، هختار الاوبجكت اللي هو مثلا السهم ده، بعد كده هيقول لي specify first point of mirror line، بيقول لي الكلام ده فين، بيقول لي الكلام ده جوه الكوماند لاين زي ما انا شايف تحت كده في الايه، في البرنامج بيقول لي specify first point of mirror line، يعني ايه؟ بيقول لي خط المراية بتاعك فين، ايه هو الخط اللي انت عايز يكون هو خط المراية بتاعك اللي تعكس الصورة قبله غير بعده. فانا هقول له specify first point، هقول له دي نقطة البداية، بيقول لي فين نقطة النهاية، هقول له دي نقطة النهاية. بيسألني سؤال بيقول لي اريز سورس اوبجكت، بيقول لي انت عايز تمسح السورس اوبجكت، يعني عايز تمسح السهم الاصلي. فانا في الحاله بتاعتنا دي لا انا مش عايز امسح السهم الاصلي، هقول له نو. هلاقي ان السهم بدل ما كان تحت بس بقى موجود مناظر ليه بس بعكس الاتجاه بعد الميرور لاين، وطبعا على نفس البعد، يعني لو جيت تقيس المسافه قبل خط المرايه هتلاقي نفس المسافه تيبيكال بعد خط المرايه. طيب لو انا عايز اعمل ميرور كمان مره دلوقتي مثلا للسهمين اللي على اليمين دول بحيث ان يبقى في سهمين زيهم على الشمال، هقول له انا عايز اعمل ميرور، بيقول لي فين الفيرست لاين اوف ميرور لاين، فانا اعتبر ان الخط بتاع المرايه راسي، يبقى هما الحركه بتاعتهم هتبقى حركه افقيه. هقول له مثلا النقطه دي بتاعت الفيرست بوينت، دوست كليك بالماوس وهبدا ان انا اتحرك راسيا. انا دلوقتي بتحرك راسيا، هلاقي ان لو دوست كليك كمان مره بيقول لي اريز السورس اوبجكت، انا مثلا هقول له اوكي نجرب نمسح السورس اوبجكت، بدل ما هم على اليمين لا هيتمسحوا وهيبقوا على الشمال بس، هقول له يس. هلاقي ان الميرور لاين عمل السهمين اللي كانوا على اليمين بقوا موجودين بعكس المقدار وعكس الاتجاه، بنفس المقدار وعكس الاتجاه على الشمال. جميل، ده الامر اللي اسمه ميرور، وبرضو ده بيبقى امر من الاوامر المستخدمه كتير في الحاجات السيمتريك. يعني ايه السيمتريك؟ يعني الحاجات المتماثله حوالين محور. طيب ندخل في الامر اللي بعده، وهو الامر اللي اسمه سكيل. الامر سكيل هو الامر المتعلق بتغيير حجم العناصر، بس خد بالك يعني ايه تغيير حجم العناصر، يعني تغيير الحجم الحقيقي للعناصر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي على سبيل المثال خط زي الخط اللي باللون الاحمر ده، جيت ان انا اقيس طوله لقيت ان طوله مثلا 2.8، الخط اللي طوله 2.8 ده لو انا جيت اعمل زوم بقرب منه او زوم ببعد عنه، الا ان انا كده
شكل الخط لما انا بقرب منه او ببعد عنه شكل الخط بيكبر او بيصغر، بس الحقيقة ان الطول الحقيقي للخط ثابت، انما كل الموضوع ان انا عملت زومينج يعني قربت منه او بعدت عنه اللي هو بالسكرول بتاع الماوس. كأن مثلا يا باشمهندس معاك لوحة، اللوحة دي انت باصص لها من قريب ولا انت باصص لها من بعيد؟ اذا كنت انت باصص لها من قريب هتشوف اللوحة اكبر، اذا كنت باصص لها من بعيد هتشوف اللوحة اصغر، بس في الحالتين هي حجم اللوحة ثابت ما اتغيرش. اما الامر سكيل بيخليه التغيير بيحصل في الحجم الحقيقي للحاجة، يعني كأن انا غيرت حجم اللوحة مش مجرد ان انا عملت زومنج يعني قربت منها او بعدت عنها. طيب علشان اعمل سكيل بستخدم الامر سكيل من الريبون اللي هو الاختصار بتاعه اس سي في الكيبورد. طيب لو انا دلوقتي جيت مثلا عايز اعمل استخدام الامر سكيل ده، هقول له عندي مثلا خط طوله مثلا 5 متر، وعشان اتاكد احط له خط ابعاد، واحنا لسه ما درسناش الابعاد، هلاقي ان طول الخط ده اللي قدامي ده طوله 5 متر. طيب هبدا ان انا اعمل له سكيلينج، يعني هاجي هنا هقول له عايز اعمل له سكيل، قال لي اختار الاوبجكت، اختار العنصر اللي انت عايز تعمله سكيل، فانا هقول له لو سمحت انا عايز اعمل سكيل للخط ده، اخترت الخط، قال لي سبيسيفاي بيس بوينت، اختار النقطة اللي انت عايز ان هو يحصل له سكيلينج ويتغير بالنسبة ليها، فانا هختار مثلا نقطة المنتصف. بيقول لي اختار، ممكن اتحرك بالماوس على طول لو انا عايز اعمل سكيل لحجم معين بالماوس، وهنا بيقول لي بيسألني بيقول لي سبيسيفاي السكيل فاكتور. سبيسيفاي السكيل فاكتور يعني ايه؟ سبيسيفاي السكيل فاكتور يعني قول لي ايه هو المقدار بتاع التغير اللي انت عايز تعمله. فانا لو عايز مثلا ان الحجم بتاع الخط ده او طول الخط ده اتضرب في 2، يعني السكيل فاكتور بتاعها هيكون قيمته 2 يعني يتضاعف، يعني 5 متر هتبقى 10 متر. فانا ممكن اقول السكيل فاكتور بتاعي هو مقدار التغير انا عايزه يتضرب في 2، فهقول له 2 وادوس انتر، هلاقي ان الخط اللي كان طوله 5 متر بقى طوله 10 متر. طيب لو انا عايز اعمل سكيلينج للخط بحيث ان هو بدل ما طوله مثلا 10 متر يبقى قيمة تانية، انا مثلا عايزه يبقى قيمته مثلا 5 متر كمان مرة، ممكن اقول له سكيل اس سي، اخترت الاوبجكت وعملت له اس سي، قال لي البيز بوينت بتاعتك، اقول له مثلا نقطة النص، وهقول له السكيل بوينت بتاعتي السكيل فاكتور بتاعي هو نص 0.5، يبقى هيضرب القيمة اللي قدامي في 0.5، يبقى هي 10 هيضربها في 0.5 هنلاقيها 5 وهكذا. فاذا كنت انت عايز تعمل سكيلنج لحاجة معينة ممكن تقول له السكيل فاكتور. طيب في دلوقتي سؤال، ايه هو السؤال؟ لو انا عندي مثلا الخط اللي بطوله 5 متر ده، وفي خط عايز مثلا يبقى طوله 12 متر، بدل ما هو طوله 5 متر عايز طوله يبقى 12 متر، هحسب السكيل فاكتور ازاي؟ بكل بساطة هقسم الطول اللي انا عايزه اللي هو الـ 12 متر على الطول الـ 5 متر، هلاقي ان في مقدار معين هو ده السكيل فاكتور. هفتح الكالكوليتر هقول له 12 على 5، هلاقي ان هو بيقول لي 2.4. يبقى انا لو عايز اضرب الطول ده في سكيل فاكتور عشان يبقى الـ 5 تبقى 12، هضرب في السكيل فاكتور ده قيمته 2.4. هاجي هنا هقول له عايز اعمل سكيلينج، هختار الاوبجكت، هيقول لي اختار البيز بوينت، هقول له مثلا دي، بيسالني عن السكيل فاكتور، اقول له مثلا ان هو 2.4 وادوس انتر، هلاقي ان الخط اللي طوله 5 متر بقى طوله 12 متر. طيب ده كلام جميل. في حاجة تانية عايز اقولها لحضراتكم هنا، وهي عملية السكيلينج باستخدام الريفرنس. زي ما عرفنا من شوية الامر اللي اسمه روتيت ريفرنس، ان انا اعمل روتيتنج باستخدام زاوية انا معرفهاش لخط مايل بزاوية انا معرفهاش برضو. فانا هنا ممكن اعمل برضو سكيلينج لو انا حتى معرفش الاطوال، يعني عندي الخط اللي هو موجود باللون الابيض والخط اللي باللون الاحمر، دول عندي الخط اللي باللون الاحمر انا ما هفترض ان انا معرفش طوله، والخط اللي باللون الابيض انا معرفش طوله هو كمان، وعايز اعمل تغيير في حجم الخط اللي باللون الابيض الافقي بحيث ياخد نفس طول الخط اللي باللون الاحمر المايل. هعمل ايه؟ هقول لو سمحت انا عايز اعمل سكيل فاكتور، هاجي عند الامر اللي اسمه سكيل، هيقول لي سيلكت اوبجكت، اختار الاوبجكت اللي انت عايز تعمل له سكيلينج، هقول له الاوبجكت هو الخط الابيض، بيقول لي البيز بوينت، هقول له اي بيز بوينت ولنفترض هي دي. بدل ما اقول له السكيل فاكتور انا معرفش طول الخط الاول كام، يعني في المثال السابق كنت عارف ان الخط الاول مثلا طوله 5 متر والطول الخط اللي انا عايزه يكون جديد 12 متر، فقسمت ال 12 على 5 عرفت السكيل فاكتور. اما في المثال بتاعي ده انا معرفش الخط ده طوله كام ومعرفش الخط ده طوله كام، فانا اقول له انا عايز اعمل سكيل باستخدام الريفرنس. طيب
قال لي specify reference length. ايه هو reference length؟ ايه هو الطول بتاع العنصر اللي انت عايز تغيره؟ فانا معرفش طوله، فهختار نقطة البداية بتاعته واختار نقطة النهاية بتاعته، هيكون هو ده السكيل ريفرنس بتاعي. بيقول لي ايه هو نيو لينس، فانا معرفش طول الخط الجديد كامل، هو الخط اللي باللون الاحمر، فهقول له بوينتس زي ما عملنا من شوية في الامر روتيت ريفرنس، انما هنا الحالة بتاعتنا هنا سكيل ريفرنس. هقول له بيقول لي فين الخط بتاعك الجديد، هقول له الخط الجديد هو اللي باللون الاحمر ده، دي نقطة البداية بتاعته ودي نقطة النهاية بتاعته. هلاقي ان الخط اللي باللون الابيض طوله اتغير بحيث يوصل لنفس طول الخط اللي باللون الاحمر. اتاكد ازاي؟ ممكن اعمل روتيت للخط باللون الاحمر مثلا واجيبه بحيث يبقى مطابق للخط اللي باللون الابيض. هنشوف دلوقتي كده لما نيجي نجيب الخطين على بعض. انا دلوقتي بعمل روتيتنج عشان ياخد نفس، هعمل دلوقتي روتيتنج بحيث ان هو ياخد نفس الزاوية بتاعت الميل علشان نجيب الخطين على بعض، نشوفهم هل هما متطابقين ولا لأ. فأنا هعمل روتيت ريفرنس دلوقتي وهجيب الخط اللي بلونه الأحمر، أعمل له موفينج بحيث إن أنا أجيبه عند الخط اللي بلونه الأبيض، هبص لأن هما فعلا متطابقين تماما على بعض، خدوا فعلا نفس الطول بالظبط. اللي حصل ده ازاي؟ لأن أنا عملت سكيل ريفرنس، يعني غيرت حجم خط باستخدام حجم خط تاني زي ما عملنا روتيت ريفرنس. طيب احنا كده مش ه... يعني احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعت دلوقتي، انا خلاص الفيديو ده مش عايز اطول على حضراتكم. اشكركم شكرا جزيلا، تابعونا في بقية المحاضرات. للاستفسارات او للتواصل ممكن نتواصل مع بعض عن طريق الكونتاكت انفورميشن. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.